وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم الأغاني على الأم بدون موسيقى؟ استعمال كلمات الأغاني حتى ولو كان بدون موسيقى فهذا من الفسق. يقول: يا محمد الشافعي أبو حنيفة ومالك، الغناء ينبت النفاق في القلب ولا يعجبني، والأم لا يغنى ولا يحتفل عنها بالغناء إنما بالبر والطاعة والبركة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، بالإحسان إليها فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا. فعلينا أيها الكرام الفضل أن نتبع السنة فيما ينفعنا وألا نقع في مثل هذه المزالق. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.